الطائر السكرتير، السلحفاة النهاشة، الحلزون المخروطي، ثلاثة من أسرع الحيوانات القاتلة على وجه الأرض. مهلا، ماذا قلت؟ إنها الحيوانات القاتلة الأسرع في مملكة الحيوانات القاتلة. لدغات سريعة، ضربات سريعة كالبرق، الآن تراها، والآن تموت، وإن رمشت فسيفوتك الأمر. السافانا الإفريقية. بالنسبة إلى الحيوانات آكلة العشب، إنها في مكان ذي خطر مستمر. على غزلان تومسون هذه أن تكون متأهبة طيلة الوقت، لأن هناك قاتلا هنا يمكنه أن يضرب في غمضة عين. الفهد. قائمة الحيوانات القاتلة السريعة لن تكتمل من دون أسرع حيوان بري في العالم. وبفضل توقيته الاستراتيجي وهجومه المفاجئ، ما يقارب نصف هجماته تكون ناجحة. إنه حيوان موجود في مناطق إفريقية وأجزاء صغيرة من إيران. ولد الفهد من أجل الهجمات فائقة السرعة، تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة انطلاقا من الصفر خلال 3 ثوان فقط. هذا يفوق سرعة سيارة اللامبورغيني غاياردو في 10. بوزن 63 كيلوغراما، فإن حركته أخف بكثير من الحيوانات المفترسة الأضخم النسيبة له كالأسود. مع أنه لا يمكن للفهد أن يجري لفترة طويلة، عادة لما يقل عن دقيقة، إلا أنه في ذلك الوقت يمكنه أن يصل لسرعات فائقة. وتقنية صيده بسيطة تقتضي الإخلال بتوازن الفريسة، وعضة على العنق ستنهي المهمة. عند مشاهدته بالحركة البطيئة يسهل نسيان كم يمكن لهذه القطة أن تكون سريعة، لكن هذا ما تبدو عليه مطاردة للفهد الصياد. من الجلي أن سر نجاح الفهد هو السرعة، الحذر، السرعة والمزيد من السرعة. وتكون ضربة قاضية. يمكن للسرعوف أن ينحط لدرجة أي كائن يريد أن يهاجمه قد يتمنى الموت، أو أن يكون سريعا، سريعا بالفعل. النمس. حيوان ثدي من عائلة قطط الزباد، حيوان يجعل ثعبان المامبا الأسود يبدو تافها. يتفادى النمس المندفع جميع ضربات الأفعى. وعندما تحين اللحظة المناسبة، يقوم بقتلها بأقل من ثانيتين. تتواجد في إفريقيا وصولا إلى جنوب آسيا. تتناول النموس أي نوع من اللحوم، لكن حبها للحم الأفاعي هو الذي جعلها سيئة السمعة. هذا وكر لأفعى الكوبرا، كم هو لذيذ.
بالطبع النموس البالغة هي التي تشكل التحدي. الهند موطن لحيوان قاتل مروع. الكوبرا الهندية سامة جدا وسريعة بشكل خارق، تماما مثل ما يحبها النمس الرمادي الهندي. سم الكوبرا غير فعال على النموس، لكن يمكن للدغته أن تؤدي إلى التهاب مميت. حين تحاصر تبدأ الأفعى بالهجوم. لهذا الكائن المكسو بالفرو ردود فعل تلقائية مثالية تتماشى مع حركات الكوبرا، ثم في غضون لحظة تنتهي رقصة الموت. بعض الحركات الإضافية للتأكد من موته. العشاء أصبح جاهزاً. في المحيطات شبه الاستوائية على عامل السونار في الغواصة أي يشن هجوم مؤلف من آلاف المجسات المسننة بسرعة 24 كيلومترا في الساعة. قد تبدو كصورة خارجة من كابوس، لكن هذا هو الهجوم المميت الواقعي الخاص بحبار الهامبولت. حجم هذا الكائن الرخوي الذي يبلغ طوله المترين مخيف، والمخيف أكثر هو قدرته على الهجوم بسرعة 6.7 أمتار في الثانية، أي أسرع بثلاث مرات من أي سابح أولمبي بارع. سر سرعته هو أنبوب دفق المياه الذي يضخ الماء كمدفع، ويسمح لهذا الوحش بأن يتقلب بأماكن ضيقة، ثم يمحو فريسته عن الوجود بومضة عين. خلايا البشرة الخاصة تسمح للحبار الضخم بأن يضيء باللونين الأحمر والأبيض، لهذا السبب حصل على تسمية ديابلوس روهوس أو الشيطان الأحمر. ومثل قطيع ذئاب يلتهم الشيطان الأحمر فريسته بغضون ثوان، على الأقل لا يصطاد إلا الأسماك والقريدس، أليس كذلك؟ هذا غير صحيح. سمعة حبار الهامبولت سيئة، فهي تعامل الأهداف غير المعروفة بعدائية، أهداف غير معروفة مثل الكاميرات والغواصين. حبار الهامبولت وحشي لدرجة أنه سينقلب على بني جنسه، فتلتهم بعضها بفجع بغية الحصول على وجبة مجانية. والمخيف أكثر هو أن هذه الشياطين توسع نطاق قتلها، تتواجد تاريخيا في المياه شبه الاستوائية، وقد شهدت مؤخرا في أقصى المناطق الشمالية البعيدة بقدر ألاسكا. البحار الدافئة وقلة الحيوانات المفترسة الطبيعية قد تكون عوامل مساهمة في توسعها. حين يمسك بك حبار الهامبولت سينتهي أمرك مع الأسماك التي قد تحرقك، وكأنك تقلى. في مستنقعات وأنهر الجنوب الأمريكي هناك كائن يجلس بهدوء، ويبدو أنه يمضي حياته بطريقة بطيئة، لكن لا تدعوه يخدعكم. حين يصبح جائعاً يصبح ملتهماً سريعاً. السلحفاة النهاشة ذات الأهداب تحب طعامها طازجاً جداً، لدرجة أن الأسماك لا تعلم أنها قد نفقت بعد، تنمو حتى يصبح وزنها 99 كيلوغراماً. السلحفاة النهاشة قد تمضي حياتها برمتها تحت الماء، تصعد للسطح بغية التنفس بعد مرور 40 أو 50 دقيقة. خلال الليل ستبقى راسخة في الطين كي تبحث عن النباتات والجيف لتقضمها، لكن أثناء النهار تقوم بنصب الكمائن، حتى إنه لهذه السلاحف طعم داخلي، جزء صغير من اللحم يبدو كدودة معلقة في فمها. الأسماك الغافلة لوجود الوحش الضخم الجامد تجد الطعم لا يقاوم، وبغضون لحظة الفك المعقوف يمسك بالفريسة بأكملها أو يقطعها. لكن لا يقتصر القلق من هذه القضمة الضخمة على الأسماك وحسب، بل أي أحد مستعد لتحدي هذا الفك قد يفقد طرفا من جسمه. تا
تسهل معرفة سبب احترام الباحثين والصيادين لهذا الفك، لأنه بفضل قضمة سريعة كهذه الحصول على وجبة يكون سهلاً. يملك أسرع فك متحرك في العالم، يطلق قوة تساوي أكثر من وزنه ببضع مئات المرات. لا، ليس هذا الكائن، بل هذا النملة ذات فك الشرك، صاحبة الاسم المناسب لها. إنها مسلحة بفك سفلي ضخم يقفل في موضع مناسب عند 180 درجة. ما إن تلمس إحدى شعيرات الاستبيان، هل تذكركم بأي شيء؟ حين يغلق فكها خلال 30 جزءا من الثانية بسرعة تبلغ 225 كيلومترا في الساعة، إنها أسرع مفترسة لاحقة في مملكة الحيوانات، وتصل إلى قوة أقصاها تساوي أكثر من وزن جسد النملة ب300 مرة. إن قارنا ذلك بعضة القرش الأبيض الكبير الذي قوته لا تدنو من وزن جسمه حتى، فيا له من جبان. قوة النملة ذات فك الشرك وسرعتها مثاليتان للتسبب بالموت السريع، سواء أكان لفريستها أو لنملات أخرى ذات فك شرك. تخيلوا لو كانت بحجم هذا النمل. بالإضافة إلى كونها أداة قص تمشي على 6 قوائم، طورت هذه النملات استعمالاً آخر لفكها. حين تشعر النملة ذات فك الشرك بالتهديد، يمكنها أن تغلق فكها السفلي على الأرض أو على أي غرض قريب، وتقوم بدفع نفسها بعيداً عن الخطر. هذا أشبه بالحصول على مقعد قاذف مبني على وجهها، مقعد يمكنه أن يرميها لمسافة تفوق طول جسمها ب6 مرات. تتعرض هذه النملة للإزعاج من قبل نملتين من بني جنسها، لكن بفضل فكها السفلي الضخم الهرب لا يبعد إلا قفزة. 5 نملات تحاصر هذا الفرد الوحيد، لكن مثل المؤدي البهلواني يقوم بقفزة خلفية مدهشة نحو الحرية. بالطبع أحيانا هذه القفزات تعطي نتائج عكسية. تحاول هذه النملة أن تقضم هذه اليرقة، لكن عن غير قصد تبعد نفسها عن مجال القضم. لحظة إزعاج للنملة القوية ذات فك الشرك، الهروب السريع والقتل فائق السرعة. هذا مفترس مستشعر، يمكننا جميعا أن نفرح لأن حجمه لا يوازي عضته. مثل تقاطع طرق مزدحم في مدينة ما، المياه شبه الاستوائية في أنحاء العالم كافة مليئة بحياة سريعة الحركة. إنه عالم حيث تلتهم الأسماك بعضها، وسواء أكانت مفترسة أم فريسة، فسر النجاة في هذه الحضارة المائية يكاد أن يكون السرعة. يكاد يكون كذلك. على ما يبدو أحد أنجح الحيوانات القاتلة في هذا الطريق السريع تحت الماء يتحرك بسرعة الحلزون. هذا هو الحلزون المخروطي، وبعكس معظم كائنات الحيد المرجاني فهو لا يتحرك بسرعة بغية البحث عن الطعام أو الأمان، لأنه ليس مضطراً. حين يشعر هذا الكائن الخطير بالجوع يدفن نفسه في الأسفل ويبسط عضوا شبيها بالدودة يسمى بخرطوم الحشرة. في داخله سلاح سري يجعل هذا الكائن البحري البطيء واحدا من أسرع الحيوانات القاتلة في العالم. ارمش ويفوتك الأمر. شوكة صغيرة تحقن أسفل الجلد يطلقها الحلزون على فريسته مستخدماً الانقباضات العضلية السريعة. بهذه السهولة يحصل على وجبته. لكن الثقب ليس ما يحدث معظم الضرر، بل ما تحتوي عليه الشوكة. إنه مزيج فعال من مئات السموم المختلفة تفوق التي يملكها أي حيوان آخر. ما إن تحقن حتى تشل السمكة على الفور،
في هذه المرحلة يمكن للحلزون أن يستغرق وقتاً طويلاً ليبتلع وجبته برمتها. إنها لعبة مميتة تمارسها الأسماك القشرية، وليست خطيرة للأسماك الصغيرة بسبب غلافها زاهي الألوان. الغواصون الغافلون الذين يبحثون عن تذكار قد يقتلعون الحلزون المخروطي من منزله. هذا قد يكون خطأ مميتا بسبب رمحها الثاقب. حلازين البحر المفترسة التي يبلغ طولها 15 سنتيمترا قادرة على حقن جرعة قاتلة حتى لأضخم الرجال. سأخبركم بالمزيد من الأنباء السارة. ما من مضاد لهذا السم، لذا لا تدعوا هذا الكائن الصغير الجالس في قعر البحر يخدعكم. قد لا يتحرك بسرعة، لكن عندما يتعلق الأمر بالحقن بسائل مميت، الحلزون المخروطي ليس حيوانا يستخف به. في العالم برمته أثبتت القطط الوحشية أنها قاتلة، وأغلبها تستخدم الأسلوب عينه، ألا وهو استهداف الحلق. يمكن للأمر أن يكون بطيئاً وفوضوياً وبطيئاً جداً مقارنة بإحدى القطط الجاكوار. لا يستهدف الحلق، بل يستهدف الدماغ، فيسبب الموت بقضمة واحدة. سر موهبة الجاكوار القاسمة للرأس هو أنيابه الهائلة، طويلة ومسننة بشكل كاف لتثقب غلاف دماغ الفريسة وتقتلها بسرعة البرق. تترصد بهدوء في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. قد يبلغ طول الجاكوار 2.5 متر من أنفه إلى ذيله، ووزنه 113 كيلوغراما. إنها حيوانات لا تخاف الماء، وقوية لدرجة أنها قادرة على كسر قشرة سلحفات. لكن بالرغم من جسمها الهائل، إنها سيدة القتل الحذر السريع. يمتزج فرو الجاكوار مع ظلال الغابة حين يتحضر للهجوم. اليوم يحدق بجمجمة حيوان بري. ثم بقضمة سريعة يقضي عليه. قد تحصل قريبة هذا الحيوان في إفريقيا وآسيا على الشهرة كاملة، لكن حين يتعلق الأمر بفن القتل السريع، الجاكوار هو ملك الغاب الحقيقي. قد تتحرك المامبا السوداء بسرعة، وتملك واحدا من أكثر السموم فعالية، ولكن هناك أفعى أخرى، وهي رشيقة لدرجة أنها تكاد تبدو من نسج الخيال. إنها الأفعى ذات المجسات، قاتلة بحرية ذات قدرة على استشعار مكان توجه الفريسة قبل أن تصل إليه. سر هجوم الأفعى ذات المجسات التكهني جزء منه استشعاري، والجزء الآخر هو التلاعب. تخدم المجسات لتنأى أخف حركة في المياه حتى في الظلمة الحالكة، ثم تشكل الأفعى نمطا بجسمها رأسا على عقب، والذي يسمى أيضا بمنطقة القتل. ما إن تدخل السمكة هذه المنطقة حتى ترتعش الأفعى، مجبرة فريستها على الاندفاع، وعلى الأقل هذا ما تحاول فعله، في الوقت الذي تستغرقه السمكة لتعرف إلى أين ستذهب. تكون الأفعى قد وصلت إليها أصلا في غضون 20 جزءا من الثانية، أسرع من الصاعقة. ثمة دراسة حديثة لجامعة فاندربلت بيّنت أن الأفعى ذات المجسات دقيقة جدا في استبيان مكان توجه فريستها، لدرجة أن الأسماك الهاربة غالبا ما تتوجه نحو فمها المفتوح. سريعة جدا، مخادعة جدا، مميتة جدا. الأفعى ذات المجسات حيوان مفترس ذات هجوم سريع،
لدرجة أن الهروب وحده يسهل مهمتها. رأينا كم يمكن لبعض من أعضاء مملكة الحيوان أن تكون سريعة بالقتل، لكن مملكة النبات لديها آكل لحم سريع خاص بها. وهنا تدخل صائدة الذباب إلى الصورة، لكن يفضل ألا يدخلها أحد، فإن فعل قد لا يخرج أبدا. قد تبدو صائدة الذباب كنبتة هجينة صنعت في مختبر عالم مجنون، لكنها في الواقع نبتة متوحشة أصلية في مستنقعات أمريكا الشمالية، حيث أحوال التربة المتدنية حركت توقها لأكل اللحم. حين تحرك حشرة ما شعيرات هوة صائدة الذباب الصغيرة، تغلق بإحكام في جزء بسيط من الثانية. محاولة الهروب، يقفل الفخ أكثر حيث تهضم الأنزيمات الفريسة المحتجزة للأيام العشرة التالية. قد تكون الحشرات هي الهدف المعتمد، لكن يعرف أن صائدة الذباب تستهدف ما هو أكبر. عادة تكون أعينها أكبر من معدتها، لكن أحيانا العيون تفي بالغرض. لذا فلتحذر مملكة الحيوانات، لأنه حين يتعلق الأمر بالحيوانات القاتلة السريعة، صائدة الذباب فائقة السرعة تمثل تهديدا خطيرا. بخطوة واحدة صغيرة يمكن للأمر أن ينتهي. لديها قوائم وتعرف طريقة استخدامها بحكمة. ليرقص بالقرب من جثتك. إنه طائر السكرتير الأسطوري، لكن لا تدع اسمه الغريب يخدعكم، فهذا الطائر سريع الهجوم هو الأهم على الإطلاق. يبلغ طوله 1.20 متراً، هذا المفترس هو أحد الطيور المفترسة القليلة التي تصطاد على الأرض، ولم لا؟ فسلاحه الأكثر فعالية هو ركلة خاطفة تكسر الجمجمة. الطائر ذو القوائم يغري الفريسة، تخرج من مخبئها ثم يشن الغارة. حتى الأفاعي السامة لا يمكنها أن تنجو من ركلته على الرأس. يلقب الأفارقة هذا الطائر بحصان الشيطان، أو كما يقول البعض ديناصور الشيطان. هذا بسبب مقارنة العلماء له بالتيتانوسور، طائر ما قبل تاريخي يبلغ طوله 3 أمتار، أفزع أمريكا الجنوبية برمتها فيما مضى. الآن قريبه البعيد يمشي بغرور عبر سهول السافانا الإفريقية، مثل راقص قاتل، راقص مصمم على سحق من ينتقده حتى الموت. إن قابلتم النسر السكرتير فاحذروا، لأنه يحترف قول السحق بالأرض حرفيا. رأيتم بعض أسرع الحيوانات القاتلة في العالم، ولكن لا شيء يضاهي المولد المميت لمالك أسرع العضلات المندفعة في العالم برمته. إنه السمندر. هذه الحيوانات البرمائية ليست معروفة كأكثر الحيوانات القاتلة المثيرة للإعجاب، لكن الحشرات التي تأكلها تؤدي إلى ردود فعل مثارة بسبب الشعر. بعد 150 مليون عام، كونت بعض حيوانات السمندر سلاحا سريعا جدا، لسانا متفجرا، ذاتي الدفع وبمنتهى السرعة. حيوان السمندر هذا ليس بكسول، لكن من أسرعها هو السمندر شبكي القوائم في جبال سيرا نيفادا. عام
عليك أن تبطئ حركته 40 مرة كي ترى ما يحدث بوضوح. بالنسبة إلى الصرصار، انتهى الأمر بلحظات. السر هو صفان من العضلات التي تضغط ثم تطلق اللسان مثل القوس. يمكن لهذا السمندر أن يطلق لسانه حتى طول يساوي 80% من جسمه، وهذه مسافة يتفوق بها على كل أنواع السمندر الأخرى. لكن ملك قذف اللسان هو سمندر النخيل العملاق في أمريكا الوسطى. لا يبلغ طوله إلا 10 سنتيمترات، لكن عضلة لسانه عملاقة. لرؤيتها فقط، صور هذا الشريط بنسبة 1000 إطار في الثانية. انتقلت النملة البيضاء من الحياة إلى الموت في أقل من 4 أجزاء من الثانية. السمندر الصغير قد لا يكون ملك الغاب، لكن بفضل لسانه إنه زعيم الأكل السريع.